في الاغتراب. 30 سنة وأنا حاملة اسم فلسطين وبدور فيه من مكان لمكان. دفعنا الثمن أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، بإغلاق صحف، توقيفنا عن العمل، توقيفنا بمطارات. لكن أول مرة باجي، يعني بلف العالم وبحكي في كل العالم، لكن أول مرة بحكي في بلدي وأول مرة بحكي بوطني ومسقط رأسي. فشكراً كتير للشباب اللي كان إلهم دور أنه أكون موجودة هلأ وألتقي فيكم. هلأ أنا اسمي كوثر عثمان، مولودة في بلد هون بفلسطين اسمها بيت عوري تحت قدرم الله. طلعت مثلي مثل معظم أبناء شعبي اللي غادروا الوطن بال67 وأنا بنت 3 سنوات. ومن بين رحلة التعليم والترحال ما بين فلسطين، الأردن، العراق، فرنسا، الولايات المتحدة، لقيت حالي بستقر في الآخر بالولايات المتحدة الأمريكية، الدولة اللي من أدراج مكاتبها وبتصدر كل القرارات الجائرة بحق بلدنا، بحق وطننا هون، والدولة اللي ما حد بيقولها شو بتعملي وشو بتسوي، والدولة اللي في عندها أكثر من ازدواجية في المعايير بالنسبة لحقوق الشعوب وبالنسبة للحقوق المدنية للناس العادية. هلأ تأسيس اتحاد المرأة العربية الأمريكية، أعود للسؤال، إجا بناء على تجربة شخصية. أنا كنت طالبة دكتوراه، على فكرة أنا حاصلة على الدكتوراه في الإعلام، بكالوريوس في الاقتصاد، ماجستير في الإحصاءات السكانية، ورسالة الماجستير تاعتي هي يمكن حسب رأي منظم التحرير تقريباً الأولى اللي حدا يكتب فيها، اللي هي إسقاطات السكان في الضفة والقطاع، وهي مقارنة ديموغرافية ما بين زيادات المواليد لدى السكان الفلسطينيين والأصليين طبعاً والسكان اليهود القادمين اللي هم إن شاء الله إلى زوال. فتوفى زوجي ولقيت حالي انه انا مضطره انه اعيش 3 اولاد، ترك لي اياهم، فتركت الدكتوراه وربيت اولادي. بس بالفتره هاي كنت انا ما عنديش حدا، ما ليش اهل، ما ليش قرايب، ما ليش حدا نهائيا في الولايات المتحده. فصرت ادور على المؤسسات الامريكيه عشان تساعدني بموضوع انه باي شكل من الاشكال، يعني انا اولاد صغار، بنتي هاي الدكتوره هلا عمرها كان 2.5 سنين. ف صاروا يسألوني سؤال أنه أنت أصلك من وين؟ فأنا ما أقول عربية، يقولوا لي طيب فيش مؤسسات عربية؟ هاي الشغلة خلت في بالي أنه فعلاً أدور على المؤسسات العربية. وبحكي أنا على فترة 1995، ما كانش في مؤسسات عربية، ففكرت أنه قديش في مرة عربية زيي في الولايات المتحدة ممكن تكون بدون أهل، مغتربة، ما عندهاش حدا، ما عندهاش قرايب، لو حصل لها اللي حصل لي أنا شو بدها تسوي؟ فأجت عندي فكرة أنه أسس مؤسسة عربية تجمع الستات العربيات ضمن ظروف معينة وبتكون مدافعة عن حقوقهم. عملية الإعداد لهذه المؤسسة أخذت أكثر من 3 سنوات. بعدين بحمد الله تم تأسيسها، تم تسجيلها كمؤسسة خيرية غير ربحية بولاية إلينوي في البداية، ثم بعد ذلك صارت في عموم الولايات المتحدة. اتسجلت في البداية باسم اتحاد المرأة الفلسطينية، لكن الاسم جاب لي كتير من الإشكاليات، فغيرتها أو ضفت عليها اتحاد المرأة العربية الأمريكية عشان أطلع من إشكاليات القانون الأمريكي. المؤسسة أخذت على دورها أكثر من جانب، اللي هي مساعدة المرأة العربية المغتربة، تجاوز صعوبات الاغتراب، تعليم اللغة العربية والدين، تعليم الإنجليزي لغير الناطقين فيها للستات اللي بيسافروا لأمريكا وما عندهم مش حدا يساعدهم، ترجمة، معاملات الهجرة، كل القضايا اللي بتتعلق بالبيت العربي، مع التأكيد على قضية أساسية مهمة اللي هي المرأة الفلسطينية وخصوصية عملها وخصوصية وجودها. بالفترة متأخرة ضفت للاتحاد دار نشر اسمها مركز الحدث الإعلامي، وكان السبب أنه أنا لقيت أنه في نوع كبير من الستات بيكتبوا، لأنه كمان إحنا عندنا صحيفة اسمها الحدث الدولي وأنا مؤسس إلها بال97 في الولايات المتحدة. فصار في عندنا ناس كتير عم تسأل أو ستات كتير، فلقيت إنه فرصة إنه إحنا نجمع هالستات هدول ضمن إطار معين.
فسوينا لجان ثقافية ألحقناها بالاتحاد مع مركز الحدث الإعلامي اللي هو كان للطباعة والنشر وإصدار الإصدارات. الحلو في الموضوع إذا بدنا نحكي عن الأدب، يعني بدي أخذ شوية من الشغلات اللي تناولوها صبايا. أنا مش مع تسمية الأدب النسائي يعني أو تخصيصه، لأنه ما في شيء اسمه أدب نسائي، لأنه الكتابة أصلاً هي نوع من العبقرية، نوع من الإبداع، نوع من التميز. فاللي بيميزك قوة التعبير وليس جنسك إذا أنت ذكر ولا مؤنث. اللي بيميزك تجربتك القوية اللي بتطلع اللي جواكي. وإذا بتتفقوا معايا أنه الإبداع كل الناس بإمكانها تكون مبدعة إلا اثنين، المجنون لأنه بيفقد العامل الإنساني اللي بيخليه ياخذ صراع من أجل الإبداع، والرجل اللي هو أو الست اللي أخذ على عاتقهم قرار أنهم ما بدهم يكونوا مبدعين ولا بدهم يكون لهم دور في هالمجتمع. لكن إذا بدنا نيجي إحنا كخصوصية للمرأة الفلسطينية، في جملة مشهورة قالها الراحل أبو عمار الله يرحمه، قال البندقية أو الثورة ليست بندقية ثائر، وإنما قلم كاتب وريشة فنان ومبضع طبيب. معنى ذلك أنه الكاتب قلمه أقوى من أو يوازي البندقية. وإذا بتتفقوا معايا أنه بالفترة الأخيرة، بفترة ما سمي جزافا الربيع العربي، كان في هنالك الإعلام واللي هو جزء أساسي، وكانوا المبدعات فيه صبايا وبنات، غير كتير من حكومات وقلب موازين أنظمة في العالم. سعيدة جدا باكتشاف بطلة يعني صراحة، وهذه هي المعاناة التي تولد الإبداع، يعني هي شافت الحاجة فعلا لوجود كيان وعملت على صناعته. فحقيقة ومعجبة بتجربتك صراحة، تستحق التحية. بس أقول إذا ممكن أنا رح أرجع لك عشان تمام. نرجع على ريهام. ريهام برواية الغفران، يعني اسم كتير واسع واسم مفرد كمان، شو السر في اختيار ليش الغفران؟ احكي لي شوي عن قصة روايتك، وكمان بدي اعرف شو الموقف اللي خلاك تكتشف الكاتبة بداخلك، شو اللحظة اللي خلتك تقرر تمسك القلم وتكتبي ان ممكن طبعا، وبعدين ناخد فكرة عن موضوع الرواية. فيما يتعلق بالموقف، اعتقد ان يمكن للانسان وهو صغير ان يقرر ان يكون طبيب، مهندس، مدرس أو محامي، ولكن لا يمكنه أن يقرر أن يكون شاعر أو كاتب. هو يجد أن هناك حالة من الانجراف للكتابة، اللغة تسيل بين يديه ثم يصدر ما يصدر منه. صحيح. فيما يتعلق برواية الغفران، رواية الغفران هي يعني معاني كثيرة داخل الرواية تتشكل بالنهاية برغبة ضخمة من الكاتب الإنسان أن يغفر كل إنسان للآخر. الرواية تدور حول علاقات عاطفية نرجسية تحكمها هذه النرجسية فيها في داخلها. قد تكون العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة، بين الطفل وأحد والديه أو كلاهما. النرجسية هذه أيضا تصادف الأبطال من قبل مدينتهم، وأنا آسفة أن أطلق اللقب النرجسية على مدينة غزة، ولكن أعتقد بما أنه إحنا من غزة نعلم جيدا كم هي نرجسية. كنت أتمنى في نهاية الرواية أن يغفر جميع الأبطال خطاياهم لبعض. أتمنى كل نرجسي أن يغفر لنفسه عن نرجسيته. هذه هي رواية الغفران باختصار. هي ابنة المدينة النرجسية، أنا أؤكد أن مدينة غزة النرجسية لأنها بالشكل الخارجي تبحث عن المثالية، وهو النرجسي يفعل ذلك، يبحث عن المثالية في تصرفاته ويريد أن يبدو بذلك الشكل المثالي، لكن هو تحت المجهر ويضع الناس تحت المجهر ويعاقبهم دائما على سلوكياتهم ويقيدهم. نهيل ابنة المدينة النرجسية مرة أخرى، هل الجمهور في حياة الكاتب مهم ولأي درجة؟ وهل يؤثر على منهجك أنت في الكتابة؟ هل يدفعك للتطوير، للتغيير، للحذف؟ هل نهيل منتبهة لجمهورها المتلقي؟ وهل هي تملك تلك الحساسية وتملك ذلك التواضع لتغير أو لتحذف أو لتغير طريقة؟
وبحييك على السؤال الذكي. أنا بعتبر إنه الكاتب أو الشاعر أو أي شخص اختار الفن للتعبير يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى عندما يكتب لنفسه، وهناك كتاب طوال العمر كتبوا لنفسهم لمدة أكثر من 30 أو 40 سنة، ثم ينطلق للمرحلة الأخرى وهي المخاطبة، المخاطبة أو المشاركة، عندما تلمس أوجاع الناس وتعبر عنها. هنا تكون المرحلة الملكية، لأنه دائما الجمهور هو الذي يعطي طاقة، والمتذوقين هم الذي يعطون الوقود استمرار الحياة، لأنك تتكلمين عن مهنة أو هواية شاقة في منتهى الصعوبة، تحديدا في زمن المشتتات. الآن أصبحنا حتى تجلسين مع نفسك تحتاجين بروفات وتحتاجين تجهيزات، فما بالك عندما تكتبين أو تجدين هذه المساحة. لذلك أنا أجيب على هذا السؤال أن الجمهور هو الأهم في هذه المساحة، لأنه دائما من باب المشاركة ومن باب التشجيع ومن باب استكمال المشوار. تمام، نرجع للأستاذة يسرى. ما رأيك في الشاعرات الفلسطينيات؟ هل نملك أو هل يملكنا أدوات كلاسيكية أم متطورة أم يركضنا إلى الحداثة وما بعد الحداثة؟ ما رأيك لتقييم، يعني في ضوء تجربتك كشاعرة محدثة، ما رأيك في التجربة، تجربة الشاعرات إجمالا والشعراء أيضا، لا بأس بالتحدث ايضا عن الذكور الان. الشاب الفلسطيني الان تحت الضوء، هل هو مرتقي بادواته؟ هل يملك تلك القفزات؟ هل نحن فخورون بما وصل اليه؟ قبل ما اجاوبك هند عن الشعر وسؤالك الشائك، انك تحطيني في محك، يعني يا انصف المراه يا اما اتهمها الشاعرات، بحب احكي في النقطه اللي عرجت عليها الاخت نهيل والاخت رهام. غزة ليست حالة مستحيلة، وليست مدينة نرجسية، وليست مدينة فاضلة. غزة بحد ذاتها حالة استثنائية. بعتقد كل واحد زار غزة وبيعرف غزة وسمع عن غزة بيعرف إنها حالة استثنائية على خارطة العالم كله. اللي بصير في غزة لم يحدث في أي مكان في العالم، سواء على الصعيد السياسي، الإنساني، الاجتماعي، الاقتصادي. فما بدي اعمل انا كاديبه او شاعره او روائيه من غزه حاله ميؤوس منها. الناس اللي بتكتب، انا عن نفسي لما بكتب ما بكتب بس لاهل غزه، انا بكتب وبدي صوتي يوصل للعالم كله، مش بس للضفه وللعالم العربي وللعالم اللي حوالي، لا للعالم كله. هذا صوت مخزون جواتنا لازم يطلع. احنا اصحاب قضيه، احنا بنعاني، المرأة في غزة بتعاني، والمرأة بالضفة الغربية بتعاني، والمرأة بالشتات بتعاني، والأخت كانت في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بلد الحرية، وسمعت صراخها وصوتها اللي كله ألم برضو بتعاني. ليش أقصر المعاناة فقط على غزة؟ معني لا أنكر أن المرأة في غزة تعاني، لكن هذه حالة موجودة وين ما كان، حالة إنسانية. فأنا لما بدي أكتب عن غزة أو أكتب عن المشاريع الأخرى أو أكتب في أي موضوع، بكتب للأدب. الصوت هذا لازم يطلع للعالم، يعبر عن صوتي أنا، يكون صوت قوي. ما في صوت ذكوري وصوت أنثوي. العلاقة الكتابة مراوغة ما بين الرجل وما بين المرأة. هو مرة بينصف المرأة ومرة بيظلمها، كذلك المرأة بتنصف الرجل وممكن تظلمه. فالعلاقة الشراكة بين اثنين، طرف موجب وطرف سالب، يا إما اثنين بتكونوا واحد فيهم صح وواحد غلط، هي هيك طبيعة البشر. المرأة الفلسطينية عموما، ليش أحدد بس غزة، وعندنا في فلسطين تكتب الشعر وكتبت الشعر وتفوقت على نفسها، لكن في بعض الحالات ما زالت تتهجى الشعر. أنا بقصد أنه المرأة لازم، مش المرأة، أي شاعر أو شاعرة يعتني بلغته، يعتني بلغته، يعرف ماذا يكتب ولمن يكتب ولماذا يكتب. ليست الكتابة لحالها لا تصنع شاعر، والصورة لحالها لا تصنع شاعر،
ومن قال أنه كل إنسان بإمكانه يكون مبدع؟ المبدع هذه فطرة من الله سبحانه وتعالى، يا إما بتغذيها يا إما بتموت. ففي ناس بتقرأ كتير وتحاول تكتب ما بطلع معها إشي. فأنا بعرف وبيقين التام أن الكتابة موهبة تغذيها القراءة والاطلاع والمعرفة على تجارب الآخرين. عشان تكون الإنسان شاعر أو كاتب أو روائي يجب أن يقرأ، يعني يقرأ لنفسه ويقرأ للآخرين، يخرج من إطار نفسه، يخرج من القوقعة تبعته الذاتية، يكتب لنفسه يفضفض لنفسه، لا، لازم يكون صوته إنساني، يخرج من دور البرمجة والأطلس والجغرافيا وإحنا بنكتب مجرد تاريخ وجغرافيا في قضيتنا، لا، إحنا لازم نخاطب الضمير العالي ونخاطب الروح الإنسانية عشان صوتنا يوصل، وصوتنا الشعري أو الروائي أو القصصي يوصل للعالم كله. جميل جداً. أريد أيضاً أن أعود إلى فكرة الوصف النرجسي. الوصف النرجسي هو ليس شتيمة بالمناسبة، لكن هو يعني محاولة غزة المحافظة على مثاليتها، مثاليتها ودورها. أي كلمة تلتصق في غزة تغنى. دور اسمحي لي، هي دور أسطوري لغزة. نحن حاسين بالمسؤولية تجاه دورها الرائع والعظيم، فنحاول دائما أن نلمع تلك الصورة. الرغبة في تلميع تلك الصورة هذه هي يصنع المشكلة أحيانا في سلوك الناس. ما أنا بديش أحس إنه أنا متهم ولازم ألم. لا أبدا، هو نوع من الوصف أو أعالج. أنا ما بعتبر حالي بعيش حالة استثنائية زي غيري. نعم. الحالة اللي أنا بعيشها أنا متأكدة المرأة الأردنية، المرأة العربية، نعم. المرأة السورية، المرأة التونسية، نعم. الجزائرية، أي جنسية. إشكالات الإنسان كإنسان هي موجودة في كل بقعة جغرافية في العالم، لكن إحنا كناس نملك تلك الخصوصية بأننا يعني لدينا كأي إنسان في العالم لديه خصوصية وصف المكان الذي يعيش فيه، شيء أمر طبيعي. لدينا مدينة نرجسية تحافظ على مثاليتها كأسطورة. فهناك سلوكيات أحيانا تكون قاسية تمارسها على نفسها وعلى الآخرين من أجل إبقاء تلك الصورة اللامعة والبراقة. والله أنا أول مرة أسمع عن النرجسية مديح للأمان. يعني أي واحد بدك أنا أخذت من النرجسية صورة سلبية تقول هذا إنسان نرجسي، فيعني اللي بيقولون أنت نرجسي يعتبر هذا مديح من اليوم، ما لا أعتقد مديح. ليس مديح، أنا أخذت هي وصفت غزة بالنرجسية. لا أنا لا بدي أمدح غزة ولا بدي أسمها، أنا لازم أكون واقعية مع غزة ومع أي بقعة. كل احترام أستاذة في العالم. شكرا لكم لحسن استماعكم. نرجع للأستاذة كوثر في عن إشكالات النشر في العصر الحديث. إلى أي مدى انسحب الكتاب المطبوع؟ ما أنه إحنا في معرض الكتاب، هل انسحب فعلا الكتاب المطبوع؟ هل غزل التطور التكنولوجي عالم النشر؟ ما رأيك بما أنه أيضا في معرض كتاب؟ هلا إذا بدي أحكي بشكل عام، هو مش في سحب للكتاب بقدر ما في نوع جديد من التواصل دخل على البشر، اللي هو سهولة التواصل الاجتماعي والفيسبوك والإنترنت، القضايا اللي خلت العالم كله بيعيش في منطقة جغرافية واحدة. أنت بتكوني قاعدة هون بخلال دقائق بتشوفي شو اللي بيصير حول العالم. في شوية نوعا ما عزوف عن التوجه للكتابة أو الشغلات المكتوبة، لكن ما في ابتعاد عن الكتابة، في توجه للكتابة. لأنه نحن إذا بدك تحكي وأنا أحكي عن دار نشر موجودة عندي، في عنا إصدارات كثيرة، وفي عنا إصدارات يمكن تكون مثيرة للتعجب، صبايا صغار يعني بيبقى عمرها 20-21 مولودة بأمريكا، بس بتيجي بتقول لك لما بتجيبي لها كتاب، بتجيبي كتاب بالإنجليزي بتقول لك I want it in two languages، بدي إياها بالعربي بدي إياها بالإنجليزي، فبتطلع عليها بتقولي لها طب ما خلص في الإنجليزي ليش نترجمه؟ بتقول لك no my root is Palestinian، يعني جذوري فلسطينية. سو هاي الشغلة بتعطيكي نوع من الفخر إنه الجيل الجديد حتى في كتاباته هو يعني لما تقول لك my root is Palestinian بتحسي انه مش انا فلسطينية جذوري، يعني اشي اعمق. لما بتحط النبتة بالارض تنزل جذورها بتقوى، حتى لو قصقصتي وراءها واغصانها بتضل ثابتة في الارض. فهل اللي عندك هادي انه في عندك جيل مولود بالولايات المتحدة عنده تمسك. هلا بديش ادخل في قضايا يعني مع الاخوات، بس بدي اقول شغلة واحدة. نحن قدامنا يعني يمكن انتم مش حاسين فيها هون، بس احنا مثلا قدام الاجانب يعني
حاضرة مؤتمرات بأمريكا وفرنسا وفي العالم العربي، حتى في بمصر. أنا قبل أسبوع تعرفي شو قدمونا داخل وشتات وغزة؟ كانت أسوأ شيء أنا سمعته. قلت لهم أنا يعني ليه بتقولوا داخل وشتات وغزة؟ أوكي، قولوا فلسطين. إحنا هون بنحكي عن معاناة المرأة الفلسطينية اللي في إلها خصوصية، يعني غصبا عن كل العالم المرأة الفلسطينية إلها خصوصية مش موجودة بأي مرأة في العالم. ظروف الشهادة، المرأة اللي بتحمل ابنها الشهيد وبتحمله بين إيديها وبتزغرد تروح بتحطه بالتراب، هاي خصوصية مش موجودة في أي دولة في العالم. المرأة اللي بياخد جوزها بالصبح بتصحى بتلاقي حالها بدون معيل، بصير مطلوب منها يمكن تصرف على حالها وعلى بناتها وعلى أولاد أولادها وعلى أولاد بناتها، وإذا ابنها أسير ولا ابنها الثاني أسير ولا ابنها شهيد، بتلاقي حالها رغم كبر سنها مطلوب منها أنه تعيل كل هاي العيلة مشان تضل واقفة. هاي الخصوصية مش موجودة في أي دولة في العالم. هذه الشغلات بتطلع من جواكي قضايا يمكن إحنا برا بنحس فيها، لأنه إحنا قدام العالم بحاكمونا. أنتي يعني الصفة الثانية اللي بلصقوها فينا عربية بيضة سمراء، اسمك محمد محمود فاطمة، انتوا ارهابيين. سو انت هون بصير تدافع عن وجودك العربي انه لا انت عربية وانت ما فيك ارهاب. اثنين سمرتك بشرتك هاي من الله، مش احنا، احنا ما تدخلناش وخلقنا حالنا ببشرة سمراء. بنفس الوقت احنا ليه بتحكموا علينا؟ طب ما انتوا اصلا كدولة يعني في امريكا انتوا اصلا قمتوا على انقاض قتل الهنود الحمر. صحيح. طب وفي نفس الوقت بتيجي تكوني اكثر عقلانيه، يعني اذا هم بنفس الوقت مش منصفين الاصليين اللي هم في البلد، كيف بدهم ينصفونا احنا كاحنا دوله تحت الاحتلال؟ فهاي خصوصيتنا. الخصوصيه هاي بتخلق عند الكتاب والاديبات والشاعرات نوع من التعبير. هلا ممكن القضايا الوجدانيه المراه بشكل عام بتكون عندها قدرة التعبير فيها أقل بسبب الحياء نوعا ما، يعني هلا في عندها كتير قضايا بجواها، لكن لما بتيجي بتفرغها على الورق بيكون صعب عليها تنشرها، لأنه راح تتهمي بشكل أو بآخر إنه أنت من الكذا الصفة اللي صدمتي. يعني إنه إحنا مكاننا شوية أرفع من إنه، بس راح تتهمي بهذا الاتجاه. فبيكتبوا الصبايا بس بيخلوها في أدراج المكاتب ما بينشروها، بس بتلاقيها لما بتكتب إشي مثلا وطني ولا إشي اجتماعي لا بتنشر عنا في كتابة. يعني أنا مثلا كتاب رجال في حياتي، هلأ رجال في حياتي لما يعني هاجموني بالإعلام المصري وهم مش عارفين شو معنى رجال في حياتي. طب أنا مش معنى أنه حياتي فيها 70 زلمة، أوكي. رجال في حياتي هي الشخصيات السياسية المهمة اللي أنا قابلتها خلال فترة عملي الصحفي. ما هو لازم يكون رجال في حياتي، لأنه هدول الناس الشخصيات الكبيرة لما أنت بتلتقي فيها وبيكون في عندك بعد ما تخلص الحوارات وبيتسكر التسجيل ويجي يقول لك شغلات بتصفني، لما بيحكي لك مليون قضية بقول لك إذا نشرت بتتحاسبي عليها مثلاً. فأنت بتشوفي هاي العقليات، شوفيها كيف طريقة تفكير الناس المسؤولين، كيف طريقة تفكير الشخصيات الكبيرة، كيف بيديروا المعادلة السياسية. شغلة مش هينة، كتير مش هينة. نعم. خلينا نلخص هذا الكلام الجميل كله. أنا كان في عندي تساؤل نهائي بحكي فيه، هل أضرت القضية الفلسطينية الأدب الفلسطيني أم فتحت له الأفق؟ بعتقد حضرتك جاوبتي. القضية الفلسطينية حملت الأدب الفلسطيني والفن الفلسطيني إجمالاً أو الإبداع الفلسطيني إجمالاً مسؤولية التعبير عنه، مسؤولية أحياناً صقل الرؤى فيه، مسؤولية أنه وأخذت منه يمكن مساحات الجوانب الخاصة. في الآن اتجاه عند الكتاب الشباب بحس لمقاومة القضية الفلسطينية، أنه ما بدي أحكي عن القضية الفلسطينية، بدي أحكي عن الإنسان. وفي هذا الشيء تطور، ولكن يجب ألا ننسى القضية الفلسطينية ونحن نطور الأدوات ونكتب في موضوعات جديدة، لأنها يعني يجب أن تظل راسخة وثابتة الجذور، مثل الصبايا الفلسطينيات اللي بيجوا بيحكوا لك لا بدنا نكتب بدنا نترجم أو بدنا نطبع كتب بالعربي بجانب إلى جمع الإنجليزي، لأنه أنا عندي جذور فلسطينية عربية. فبالتالي هذا هو اللي لازم يصير، إنه لازم نضل مقاتلين شرسين حاملين بذور الفن
يعني والفن برضو بده مقاتلة عشان انت البذرة هاي تزرعها وتسقيها وتكبر وتطرح. فبالتالي عشان احنا نضل عندنا هذا الشجر الوارث من الادب ومن الابداع الفلسطيني اللي اصيل وايضا محدث ومتطور ويملك ادواته للوصول لما بعد الان يعني للمستقبل ايضا. تعرفي اذا بتسمحي لي، طبعا شباب وزارة الثقافة هلا طرحت قضية جدا 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 في غاية الاهمية، اللي هي قضية البدائل. يعني هلا اللي كتبوا سابقا عن القضية الفلسطينية وغادرونا، صحيح كتاباتهم ظلت موجودة بس في شخصيات لا تكرر. ففي الحالة اللي عم تطرحها هون انه احنا لازم يكون عندنا تنمية للوعي بحيث نخلق بدائل عن الشخصيات اللي كانت موجودة. يعني فدوى طوقان احنا مثلا نقدر نجيب عنها سميح القاسم، هاي الشخصيات الكبيرة سواء كانت ذكورية أو أنوثية، لكن هذه تشترك بصفة الدفاع، بصفة حمل البندقية على شكل قلم. هدول الناس بالوضع اللي احنا منعيشه والإرهاصات الصعبة اللي بتمر اللي بمر فيها شعبنا، ما بين بدنا نقاتل ولا بدناش، بدنا الإسرائيليين ولا بدناش، بدنا دولة ولا بدناش، بدنا تحرير ولا بدناش، بدنا شهادات، جايبين شهادات علمية، بدنا نشتغل، ما هو مش ما تعلمناش عشان نقعد على القهوة. هذا الوضع المكركب اللي بيعيشه شعبنا اوكي بده قيادة ثقافية تقوده. وبالتالي هون بدنا من وزارة الثقافة تاخده هذا بعين الاعتبار، انه يكون في تنمية للكفاءات الشبابية الصغيرة، الشباب الصغار اللي بيدو، بحيث توجه ما تخل، حتى لو كانت معالجة قضايا اجتماعية يجب ان تكون ايضا بنفس الوقت اجتماعية وحاملة راية الثورة والبندقية. إذا لازم يعني بقدر أقول هذا الحكي بس يا أوكي، لازم الإنسان يحمل هذا الميزان، يعني خاصة المبدع لأنه كمان بيكون مسؤول. يعني أنت مش بس بتكتب تمام. وخلص لأنه بدك تنشر، لا، في مسؤولية لازم تضلك تستشعرها بنسبة ما في المية. يعني وأنت بتكتب وتعمل هداك التوزين ما بين القضية وحجمها وكمية الألم اللي فيها وتوصيلك، نعم هي مسؤولية. فزي ما بدينا بالسلام من غزة، مرة تانية بنحكي لكم يعني تحيات كبيرة منا لكم من غزة لكم، وإحنا سعداء جدا 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 بأنه بنشوف رام الله وأهل رام الله وهاي الوجوه المبتسمة الآن. فشكرا كثير لحضوركم وحسن استماعكم، وإن شاء الله بنشوفكم في معارض تانية ومناسبات تانية. نتمنى نحن سعيدون بغزة العزة التي نفتخر بها دائما، فهي محط الإعجاب دائما. شكرا. ليه ما في مداخلات؟ حابب الجمهور من واجبه انه اللي حابب يسال اي سؤال لاي ضيف طبعا بعتذر يعني انه انا ما فتكوش المايك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شاعر عضو رابطة الكتاب الفلسطينيين من منطقة طوباس. بداية أشكر أهلنا في غزة صمود بطني، أشكر كل من حضر، وأقول بأن غزة مدينة أو بلد المتناقضات، فإذا كان فيها نرجسية فكلنا عندنا نرجسية، وإذا كان فيها صلاح فكلنا عندنا صلاح، فجميع الجوانب موجودة فيها، جوانب البطولة موجودة فيها، جوانب العز، جوانب الكرامة، وهذا أمر لا يستهان فيه. أشكر الأخت المناضلة سفيرتنا في أمريكا في الولايات المتحدة، واللي والله قدرت كل كلمة قالتها لما المرأة الفلسطينية تحمل ابنها الشهيد والزغرد، والله كلام كله فخر وكله عز وكله إباء. لذلك فلسطين بلدنا تحوي كل الأطر. يعني كنت أنا أتمنى وأنا أتجول في المعرض أني ألقى ناس من الدول العربية في الزوايا، لكن كل الموجودين فلسطينيين. أنا لما بشوف علم لبنان بفتخر أن أشوف ابن لبنان وأحطته، لكن ما لقيته. ألقى إنسان قاعد فلسطيني متأجر، ابن تونس كذلك، ابن ما لقيت إلا واحد مصري. فهذا شيء فعلا إحنا بحاجة إله، أن نتواصل مع جميع الدول العربية الموجودة في داخل المعرض، نستفيد من الكتب. صح الكتاب النت صار بديل عن الكتاب، لكن والله لا يعلى على الكتاب. الكتاب كلمة مصدقة، فعندما أقرأ في كتاب المعلومات واردة في صحيحة. أنا لما بقرأ في كتاب للشافعي كتاب الأم من أمهات الكتب، المعلومات اللي فيه معلومات صادقة، لكن لما بأخذها عن النت معلومات مشكوك فيها.
يطعنوا في العلماء الفلسطينيين. قبل كم يوم قرينا فتوى على النت وهي بأن فخذ المرأة ليس بعورة، فماذا بقي؟ والله كلام على ألسنة شيوخ وهم من مبراء. ستة أيام من شوال صيامها بدعة أو مشواري. نحن نأخذ عن النت أشياء تافهة تحطمنا، تحطم ديننا. المرأة لا فرق بينها وبين الرجل، الإسلام عاصي المرأة. والله ما في دين على وجه الأرض أعطى المرأة حقها كما أعطاها الإسلام. المرأة ما أخذ كل حقوقها. فأنا لا أفرق بين الرجل وبين المرأة. العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، فهذا يكمل هذا وهذا يكمل هذا بحيث يصلح البيت. لكن ربنا أعطى القوامل للرجل لأنه أقل عاطفة وأكثر عقلانية، فهو يتحكم في إدارة دفة هذه السفينة. ومنلاحظ المرأة مثل ما تحدثت أختنا اللي بيموت جوزها تتعذب، فلو كان جوزها موجود بتحمل كل المسؤولية وبتكمل الدكتوراه، لكنها لم تكمل رسالة الدكتوراه بسبب الأبناء اللي بدها تعلمهم، خاصة في دولة أجنبية نفتخر بأن نكون فيها عباقرة، فبدها تعلم أبنائها فتنازلت عن حقها في التعليم لكي تبدل ذلك وتراه في أبنائها. بارك الله فيكم جميعا، شكرا لكل أخت جالسة. والله يا أخي تحياتي ولاد، أعطوني بس رقم تليفون. يعطيكم العافية في الأول، أهلا وسهلا فيكم في المرة. تغريد فقهاء محافظة طواس. سؤالي لبنات غزة، وأهلا وسهلا فيكم. وسؤال ثاني للأخت كوثر. غزة، هل الموقع الجغرافي بفرض عليكم حدود في الأدب، في الكتابة، في الشعر أو النثر؟ أخت كوثر، بما أنك أنت مؤسسة للدفاع عن النساء في أمريكا، ولما كنت تحضري مؤتمرات يحكوا الداخل والشتات وفلسطين والضفة وإلى آخره، إيش عملتي؟ يعني بعد ما سمعتي للمرة الأولى والثانية كونك أنت أسستي مؤسسة للدفاع، الخطوات اللي بعدها إيش عملتي؟ بجاوب الأخت على سؤالها، هل البقعة الجغرافية غزة بتحد من إبداع المرأة كمنطقة جغرافية؟ الجواب حاصل الآن، إنه إحنا عندك موجودين معكم، كتبنا ومنشوراتنا وصلت الوطن العربي كله. يعني أنا عندي إصدارات وزميلاتي وصلت الدار البيضاء في المغرب، وصلت الجزائر، تونس، العراق، عمان، مسقط، الشارقة، يعني شاركت في كل المعارض. يعني غزة قادرة تتحدى كل الحواجز. بعدين الإبداع ملوش وطن، ملوش جغرافيا. حتى وإحنا بنكتب على الفيس، بنكتب وننشر على الفيس، أكيد صوتنا بوصل للجميع وكلمتنا بتوصل للجميع، فمش لازم إحنا نخلي الحصار. إحنا يعني بقولك ليش الأستاذ إنه غزة استثناء، لأنه غزة فعلا وكلكم بتعرفوا كسرت الحصار، كسرت الحصار بإرادتها، كسرت الحصار بكلمتها، بسلاحها، بندقيتها، بكل حرب بتخوضها. فإحنا يوم يوم إحنا موجودين عشان نتحدى الحصار ونتجاوز الحدود وما نستسلمش لأي قيود داخلية في أنفسنا أو خارجية. لازم ننتصر للضعف اللي جواتنا ولأي ضعف ينفرض علينا من الخارج. بطلات باختصار، فلسطينيات بطلات. إحنا وأنتوا بطلات. المايك عشان يعطيكم العافية. فلسطين أبو زهو من جنين. كنت بدي أسأل سؤال أنا كنت أسأله لنفسي وما كنت أحفر على جواب. من بعد ما صرت أم وصار عندي 4 أطفال، أحيانا لما بيجي الجيش بطلق الرصاص أسكت صغاري بأنه في عرس، لكن حجم الصواريخ اللي كانت تطلق على غزة ما كانت تطلق على أي دولة أخرى. أنا السؤال اللي بدي أسأله، كيف تقنعين طفلك، كيف تسكتين صوته أو صراخه أو بكاءه؟ أنا هذا السؤال صراحة كثير كنت أسأله. استشار، أنا بس بدي أعلق على السؤال. أنا بالنسبة لي هذا السؤال مثير للبكاء بصراحة، فبدي أعطي للي حاب تجاوب. يعطيكم العافية. السؤال كثير صعب. في البداية أنا كأم
يعني بنتي وهي صغيرة كنت أقولها إنه هدول ألعاب نارية أو صوت رعد، ولكن في مرحلة عمرية ما فيك تخبي الحقيقة، لأنه صوت الصاروخ بيكون كتير قريب عالي جدا، ولا يشبه الرعد ولا يشبه الألعاب النارية، لأنه طفل ذكي ولا يمكننا أن نستمر بالكذب عليه عند مرحلة عمرية ما. يجب أن يكون واضح وأن يعرف خصوصية مدينته فقط لا غير. إضافة لكلام زميلتي، وأنا كمان أم وإلي تجربة، وطفلتي عاشت ثلاث حروب، نصيحتي إنه دعيها تشعر بالخوف وتعيشه حتى تعرف قيمة الأمان بعد ذلك. فنحن مضطرون في كل الأحوال ندفع الثمن، ودائما دفع الثمن غالي، فدعيها تستمتع وتعيش ولا تخلق لها أكاذيب ولا تأويلات. أنا يمكن مش من غزة، بس عندي تصور ممكن أقوله. جولدا مائير لما دخلوا فلسطين ب69 وحرقوا المسجد الأقصى، طلعت علينا بتصريح قالت يموت الكبار وينسى الصغار. الآن بعد 75 سنة من الاحتلال مات الكبار وطلعوا الصغار، جيل جديد نار على الاحتلال. ليش؟ الطفل الصغير اللي بيشوف صاحبه بينقتل قدامه صورة ما بتنحى من الذاكرة، الطفل اللي بيشوف بيت أهله بينزل زي الطفلة هاي اللي أموها قالت كل إيش انحرق، كل إيش انهدم، حتى غرفة نومي، حتى تختي، حتى اللي سوينا المسبح برا، إشي بيقطع القلب. بل لما بتسمعي هذا الحكي، هذا الجيل، إذا الجيل الكبير هلأ ما قدر يطلع المحتلين، الجيل هذا الصغير اللي عاش المعاناة هذه اللي ما فيك تخبيها عنه لازم يعيشها، لأنه إذا بيعيشها بيطلع أكثر قدرة وإصرار على التحرير وعلى طرد المحتل من الأرض. فهدول أطفالنا هم لازم يعيشوا الوضع. ليش هلأ اليوم الشاب هذا الصغير أبو 17 سنة عداي اللي استشهد، الأب بيقول لك أجزاني وأنا عمري، وأنا كان عمره 3 سنين وأنا كنت أسير، يعني الأب كان أسير، والولد هلأ عمره 17 سنة واليوم قتلوه فجر. شو كان يسوي ابن 17 سنة؟ كان شو حامل مدفعية ولا حامل رشاش؟ انتقام من الجيل الصغير، انتقام من الشباب، انتقام من الجيل. يعني شوفي حتى الاستهداف بالمسيرات مع الاحتلال لما بيدخل بيستهدفوا جيل الشباب. ليه؟ لأنه جيل الشباب هذا هو اللي راح يواصل، هو اللي راح يتزوج، هو اللي راح ينجب، هو اللي بيحمل سلاح، وبالتالي هدول بيستهدفون. فبتقولوا لا، خلي هذا الجيل يعرف شو المعاناة والمأساه، لأنه إذا ما عرفها منيح مش راح يكون قادر إنه يطرد المحتل من الأرض. هذا تصوري كفلسطينية حاملة شعار فلسطين في الغرب. أختي اللي كانت هون، إذا بتسمحي لي آسفة، يعني يمكن أخذت وقت زيادة، اللي سألت عن إنه شتات داخل وغزة، حقيقة أنا هذه الشغلة آخر شهر 8 بمصر، وكنا كان حضور 3 من فلسطين، أنا كانوا حاطين الولايات المتحدة 100 مرة، قلت لها أنا مش من الولايات المتحدة، أنا فلسطينية. أوكي، هم بدهم يمشوا إنه عندهم ناس من أمريكا، سو أنا وقفت على المنصة، ولما قدموا هم بيحكوا قالوا في شتات وداخل وشتات واختراق وضفة وقطاع وغزة، وهي التسميات اللي دبحتنا على الفاضي، نحن شعب واحد. فلما وقفت قلت لهم أولا أنا مش من أمريكا، أنا فلسطينية مولودة بفلسطين مقيمة بأمريكا، فالتعريف لازم يكون بالصح، لازم تعرفني بالطريقة هاي زي ما أنا بدي. اثنين، أنت يعني فارض علي نقاط أحكي فيها وأنا فرضت عليك نقاط، يا إما بحكي عن واقع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال يا إما ما بيجي. قلت لي ماشي أهلا وسهلا تعالي. يوم اللي جيت أو وقفت أحكي قال لي لا، اتجاوزت سياسة ممنوع. سياسة ممنوع ولا ليش جاية أنا؟ أنا جاي من أمريكا لعندك لمصر. قال إحنا في بلد عربي. قلت له أنت مسوي تطبيع ما خصنيش، بس أنا في المؤتمر بيحمل شعار المرأة العربية، اليوم الوطني للمرأة العربية. سو أنا مرأة عربية، أنا مرأة عربية وفلسطينية، وباليوم الوطني تبعي بدك إياني لازم تخلي تعطيني حرية أحكي عن الفلسطينية اللي أنت مش شايف صورتها، عن الفلسطينية اللي متقوم الصبح مش لاقي، مش عارفة شو بدها تسوي،
إذا كان في عندها تقدر تحط زيت وزعتر ولا ما فيه. على فكرة يعني شعبنا فيه فقر. أنتوا لو تشوفوا الأمعري ولا مخيم عايدة، يعني هاي المناطق اللي أنا لما بيجي بزور هدول الناس اللي أنا بشوفه، أنتوا بتستغربوا. يعني إحنا لسه في عنا مناطق هون بفلسطين المجاري برا في الشارع، مش ما فيش تأسيسات تحت المي. زينكو، إحنا لسه في عنا زينكو. غزة هاي الشباب اللي عنا، إحنا في عنا مكتب كمان في غزة، أوكي؟ شباب بينقلوا لي صور في غزة، والله العظيم بتبكي الحجر. هدول شعبنا، هدول أهلنا. لأنه أنت عارفة إحنا جزء، أوكي، إحنا شعب تحت الاحتلال، هاي اللي مش رح ننساها. على فكرة إحنا مش دولة. إحنا مش دولة، حتى لو عنا شكل رسمي كالدولة، لكن إحنا لازلنا تحت الاحتلال. وإحنا تحت الاحتلال إذا ما بنملك المعابر اللي بندخل فيها، أوكي، إذا إحنا أكملوا اللي كنت. في حد حاب يسأل تاني عشان ننهي اللقاء؟ طيب في نهاية هذا اللقاء أنا في عندي طلب شخصي، إذا بتسمحوا لي صبايا يا شباب، بدي أسمع أسماء المدن، يعني بدي أجي أمر عليكم وتحكوا لي كل واحد فيكم بس من وين، يعني نوع من المتعة الذاتية والشخصية إنه أنا في رام الله وبسمع أسماء مدن وقرى لأول مرة، حابة أسمعها. وكثير بشكركم كثير من قلبي، وشكرا فعلا لهي الفرصة ولهي الدعوة، والحمد لله أنها تمت، والواحد يعني قد ما حلم أخيرا يعني شاف جزء آخر من الوطن، فشكرا كثير لكم. Thank you.